نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب التنبيه، وانتهينا إلى كتاب الأذان. نبدأ في كتاب الأذان ثم نتكلم عن قواطع الأدلة مع الكلام على أصول الفقه في الأحكام التكليفية. الآن نبدأ بالأذان. سامحوني تأخرنا في الوقت، النت كان فيه شيء عندنا، فسامحوني. تفضل. باب الأذان. نعم. الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبة، وهو أفضل من الإمامة، وقيل هو فرض على الكفاية، فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام. قل مرة ثانية التنبيه، كتاب التنبيه، كتاب الأذان. تفضل. باب الأذان. الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبة، وهو أفضل من الإمامة، وقيل هو فرض على الكفاية، فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام. والآذان 19 كلمة، الله أكبر الله أكبر. بس كفى، جزاكم الله خير. الأذان والتأذين بمعنى واحد، وفي اللغة هو الإعلام. الأذان هو الإعلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هنا الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يعلم الناس بأن عليهم فريضة، فريضة الحج. فالله جل في علاه أمره وقال وأذن في الناس بالحج، يعني وأعلمهم بالحج. وأيضا قد قال الله جل في علاه وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله، إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. نعم. وأيضا في قوله جل في علاه فقل آذنتكم على سواء. والعلماء يقولون الآذان مشتق من الأذن، الأذان مشتق من الأذن لأنه مما يسمع. فإذا الأذان في اللغة معنى الإعلام، وفي الاصطلاح هو إعلام مخصوص لوقت مخصوص، وهو إعلام بشرع في الأصل الإعلام بدخول وقت الصلاة، إعلام مخصوص في وقت مخصوص المقصد منه الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. ووقت الصلاة كما قلنا بأن الصلاة خلاص اعملها، نعم عدلها بس هي موجه جيدة. تعال شوف الإعلام، الصلاة هي أعظم أركان الدين. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالصلاة خير موضوع، والصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وكان الوسيلة إلى معرفة دخول وقت الصلاة لا سيما وأن الله جل وعلا لم يقبل الصلاة إلا على وفق ما شرع الله جل وعلا، فجعل لها وقتا معينا. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجعل الأذان إعلاما بدخول هذا الوقت ليبدأ الصلاة. نضرب مثلا قبل أن ندخل في شرح المسألة ومشروعية الأذان، وأيضا الأذان أفضل أم الإمامة، نضرب مثلا مهما جدا، ألا وهو أنت الآن عندما تقوم، حبكم الله حفظكم ربي، أنت عندما تقوم لتصلي الفجر
تعرف تعمل الوضع طيران عشان الاتصال هذا. أنت عندما تقوم لتصلي الفجر فأنت لا تصح صلاتك إلا أن يدخل الوقت، يعني صلاتك لا تصح إلا أن تدخل إلا أن يدخل الوقت، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أردت أن تصلي الفجر ولم يدخل الوقت صلاتك لا تصح. فالأذان هنا يؤذن ليبين لك دخول الوقت، وإن كنا نقول بأن الأذان يؤذن أو الفجر الذي يؤذن به المؤذن في هذه الأوقات حتى في مصر هي ليست على الوقت التوقيت الصحيح، ليست على التوقيت الصحيح. فإذا الأذان يؤذن يعلمك بدخول الوقت فتبدأ تصلي، يبقى إذن الأذان إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة، حتى تعلم بأن الله تعالى الآن فرض عليك الصلاة، ذمتك مشغولة بالصلاة. فإذا الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة. الأصل في مشروعية الأذان هو الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، هي شعيرة من شعائر الإسلام. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقال الله تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإن كان هذا الحق أنه ليس صريحا، يعني هذه الآيات ليست صريحة في مسألة الأذان، لكن الدعاء إليها هو الذي يشير إلى الأذان للصلاة. أما من السنة فكثير، من السنة فكثير. فورد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، لأنهم لما اجتمعوا كما حدث ابن عمر اجتمعوا جميعا يقولون ما الذي يعني يجعلنا نجمع من الصلاة، البعض يقول بالناقوس والبعض يقول بالنار كالمجوس والبعض يعني يطرح أمر آخر. عندما أمر بالناقوس ليضرب به لجميع الناس طاف بي رجل وأنا نائم يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة، فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ كأنه رأى ملكا في المنام والملك بين له ذلك. قال فقلت له بلى. قال فقال الله أكبر الله أكبر، وأذن الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، وساق الأمر على الأذان لكن دون الترجيع، دون الترجيع. طبعا احنا عندنا في الأذان تربيع وترجيع وسيأتي، دون الترجيع. ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر، وساق كلمات الإقامة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت رسول الله بما رأيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد قال إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن. وهذا طبعا له فوائد كثيرة جدا، هذا الحديث نبينه إن شاء الله، لأن المسألة مسألة أنه يريد إقامة الدين، يريد إقامة الصلاة، يريد إعلاء الإعلام بدخول الصلاة، يريد لشعيرة من شعائر الإسلام أن تكون. فالمسألة هنا كانت من زيد أو من عبيد، المهم أن الراية تكون مرفوعة، المهم أن الدين يقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بلال، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. والنبي يبين العلة، وما يضع عبد الله بن زيد في صدره شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضع في صدره شيئا قط في هذا الباب. شوف انظر، يريدون الله، يريدون الدين، ما يريدون أنفسهم. المسألة ليست واقفة على أنني الحق لا يكون إلا من عندي، لو جاء الحق من عند غيري ليس بحق، وهذا نقف معه، لأن هذه فيها أمور مسلكية تربوية عظيمة جدا مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن زيد. قال فجعلته ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في بيته، فخرج يجر رداءه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، أنا رأيت ذلك. وكانت الرؤية متوافقة في هذا الباب كما توافقت الرؤية في مسألة ليلة القادر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، وهذا حديث رواه أبو داود وذكره بطوله الترمذي وقال هو حديث حسن صحيح. نعم. فانظر إلى فضل هذا الباب، أنهم كانوا يرون بالناقوس وأيضا كانوا اقترحوا النيران، فجاء عبد الله بن زيد وقص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه رؤيا حق،
وهنا أيضا فيها أداب. يعني هذا الحديث أنا أبين فيه أداب لأنها مهمة صراحة، أبواب علمية لا تترك. ويقول الصوت ممكن يتقطع كثيرا، يقول الصوت. طيب كيف حال الصوت الآن؟ المهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها رؤيا حق، ثم قال ألقها على بلال، تعالى وألقها على بلال. هنا الآن نرى بأن الذي رأى الرؤيا عبد الله بن زيد، وهو يرى أنه أحق الناس أن يؤذن، هو الذي رأى الرؤيا في هذا الباب، والنبي يقول له هذه رؤيا حق، هذه رؤيا حق. ثم النبي يقول له ألقي هذا الأذان على بلال. هذا فيها فوائد. الفائدة الأولى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وضع الرجل المناسب في مكان المناسب. في كثير من الطوائف يقولون لا، نقدم يعني نقدم الذي يميل لنا ويوافقنا على من كان أهلا. والقاعدة عند العلماء تقديم من حق التقديم واجب، وتأخير من حق التأخير واجب، لكن هم يقدمون الثقة على العدالة على ما يقولون أنه يكون أصلا يعني يوافق القوم هو الذي يقدم، لو يخالف لا ما يقدم، وحتى لو كان من أعدل الناس وإن كان من أحق الناس بالعمل. وهذه فعل الطوائف سد جيد الحمد لله. هذا يعني شوف لو كان من أعدل الناس ما يقدم، وهذه لذلك الأمة الآن الأمة بتقع لما بتقع الأمة في هذا الباب لاختلاف ما كان عليه القوم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لهم أساسا يبني كل واحد من الصحابة بناية عظيمة لتأسيس الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عبد الله بن زيد يقول أنا رأيت الرؤيا ولا نقص ولا شيء، أنا رأيت وهذا ملك الذي قال له يعني ألا أدلك على خير من ذلك، الله أكبر الله أكبر. رأى الرؤيا، يريدون نشر دين، يريدون الآن تحقيق هذه الرؤيا، والذي رأى الرؤيا هو أولى الناس بأن يقوم بها، يعني يؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شوف انظر هنا الآن إلى الصدق في هؤلاء. عبد الله بن زيد من صدقه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، اذهب إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. فانظر أخي الكريم كيف أنه لما قال له ذلك وبين له العلة وافق بل قال سمعنا وأطعنا، وذهب راشدا إلى بلال يلقي عليه ما رأى، وبلال يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله دون الترجيع كما قلنا، لكن بالتربيع، وهذا سيأتي أيضا التفصيل فيه. يأتي عمر الخطاب يقول والذي نفسي بيدي رأيت هذه الرؤيا، وافقت رؤية عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يؤذن أنه أندى صوته. وهنا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من الأهمية بالمكان، وأيضا بأن المسألة المهم تحقيق ما يكون مقصدا للشريعة، وليس المهم من الذي تقدم أو من الذي تأخر. هذه إذابة النفسية، إذابة النفس وحدود النفس والإخلاص لله جل في علاه. لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له اذهب لبلال فإنه أندى منك صوته، وفعل. ولما ذهب بلال شرع في الأذان حتى سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المصنف قال والآذان قول المصنف هنا الآذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبة. هذا حتى في خلاف في المذهب، سنة أو فرض كفاية أو الكلام على الجمعة أو على الصلوات، هذا فيه وجوه. عامة الأصل أنه قال شيخ المذهب هنا الشيرازي قال الآذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبة طبعا، وهذا المعتمد، ولأنه صح بالنقل المتواتر خلفا عن سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالأذان ووضع على الأذان وقال صلوا كما رأيتموني يصلي. وقد احتج بعض الناس في هذا الباب على أنه واجب وليس سنة، لا سيما عندنا أدلة قد يستدل بها من قال بالوجوب أن النبي قال فإذا دخلت صلاة فليؤذن لكم أحدكما، أو قال فأذن وليصلي وليأمكم أكبركم، وفي رواية وليأمكم أقرأكم. ما دخلنا هنا ظلمنا الناس هنا، غفر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الوقت فليؤذن لكم أحدكما وقال وليأمكم أقرأكم لكتاب الله. هم يقولون بهذه الأدلة على أنه واجب، وسنبين هناك أدلة كثيرة جدا صراحة
تثبت السنية. فالأذان سنة والإقامة سنة، وكما قلنا الأصل فيها هو نعم. الآن فتح، الآن فتح، الآن فتحت على المكسرار، وأعتذر هذا وهم مني أنا، لأننا كنا يعني على اضطراب في مسألة النت عندنا، فسامحونا نأسف لذلك. الأدلة على أن الأذان سنة وأنه ليس بواجب ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا حديث دلالته واضحة في أنه ليس بواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا فيه دلالة على استنهاض الهمم على أمر مستحب. فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وبالإجماع أن الصف الأول ليس واجب، وبالإجماع أن الوصول للصف الأول أو الاهتمام بالصف الأول أنه ما أحد قال بأنه واجب الذهاب إليه أو الحرص على الصف الأول أنه واجب، بل هو ممدحة وهو على الكمال وهو مقترن به. دلالة الاقتران هنا السياق مقويها، السياق مقوي دلالة الاقتران. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وما رواه أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، وهذا أوضح في الاستدلال، يعني هذا الحديث أوضح في الاستدلال على أن الأذان سنة وليس بواجب. أيضا جحافل الصحابة رضوان الله عليهم، هناك من كان يتخلف عن الصلاة ولا يؤذن ولا يقيم، لم يرد عنهم أنهم أذنوا وأقاموا، ولكن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الإجابات. المهم أنه في المسيء لصلاة قال: إذا قمت للصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، وما قال له أذن وأخر. وهذا الحديث دلالته من وجهين، هذا الحديث دلالته من وجهين على أن الأذان والإقامة على السنية لا على الوجوب. يا هل ترى المكسر نادع الإجابة بعدين الفيس الإخوة الفيس، أنا قلت لابد من التحرك في إخواننا اللي في هذه شوارع الفيس، هذه لابد أن يكون فيها علماء وطلبة علم ولابد أن يكون فيها متقنون للعلم نصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرا للدين، وأيضا ردا على البدع وردعا وزجرا لهؤلاء الذين يريدون هدم الدين كلية، من هؤلاء المعتزلة وهؤلاء الذين يعني يحسب كل واحد منهم أنه من العقل بمكان، وعقله خرب لأنه يصاب الدين الله جل في علاه. فلابد من طلبة علم حقا، يعني بناية أهل علم يغرسهم الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم ليش؟ لنصرة الدين. المهم الغرض المقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته: إذا قمت إلى الصلاة قال فأسبغ الوضوء، قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، كبر تكبيرة الإحرام، إذا دخل في الصلاة، فلم يقل له أذن أو أقم. هذا الحديث فيه دلالات ثلاثة، وجه الدلالة في هذا الحديث على سنية الأذان والإقامة من وجوه ثلاثة. أريد وجها واحدا منكم فقط، أريد وجها واحدا من الفيس، وجها واحدا فقط. ماذا يقول مجدي؟ يقول هدي. حاضر حاضر حاضر. لم يأخذ علينا بعد لسه عشان السرعة. حاضر حاضر. طب أعيد السؤال تاني يا مجدي. قلت الحديث قال النبي للمسيء لصلاته، قال له إذا أردت الصلاة قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. فقال إذا أردت الصلاة أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، ما قال له أذن ولا أقم. فهنا الآن ما فهمتم إيش؟ حاضر حاضر. أعيد مرة ثانية، أنا رهن الإشارة وخادم، واحدة واحدة، رويدة رويدة، شوية شوية، تورة تورة عند هؤلاء الهنود. وجه الدلالة من الحديث، ممتاز ممتاز. حاضر، أنت بارك والديك. قلت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل يصلي
سلم عليه، صلى وسلم عليه ورجع، فقال له سلم بعدما رد السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا ثم قال يا رسول الله، يعني يأتي من النهاية الآن، والذي نفسي بيدي إني لا أعلم إلا ما رأيت، فعلمني الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء. في رواية قال له توضأ كما أمرك الله أن تتوضأ. وفي رواية النساء زيادة، أو زيادة في الفعل، زيادة عند النساء، قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. قال له ثم استقبل القبلة فكبر. يبقى إذن وصلنا هو الآن طهارة اللي هي شرط في الصلاة، استقبل القبلة شرط في الصلاة، كبر ركن في الصلاة. لم يذكر له أذان ولا إقامة. هنا يستدل به الشافعية على أن الأذان سنة والإقامة سنة. كده مفهوم؟ الآن أنا أسألكم أهو، في أريد وجه الدلالة، أريد وجه الدلالة من الحديث على أن الأذان سنة وأن الإقامة سنة. عليكم السلام ورحمة الله. طيب خالد بن عمر بن سلمة زمان قامل وكان واجبا أمره. نعم نعم تاجر وقار، ممتاز يا تاجر وقار، أحسن الله عليك في الإجابة. وهنا أيضا منصور وافق قال لو كان واجبا لأمره به. سلفي يقول لن يريد الصلاة إلا إذا سمع الأذان، وهنا ما أمره بالأذان فكان صارف من الوجوب للندب. جيد، بوركت يا سلفي. هو لم يأمر. طيب أنا أريد منكم وجه الدلالة، لأنه ذكر شرطين للصلاة وركنا لها إذا مفهوم مخالفة ما سواها ليس واجبا، أي الأذان والإقامة ليس على السنية، لأنه هو على السنية يعني، لأنه لا دلالة الاقتران مع المذكرات الثلاثة السابقة. ممتاز يا دكتور ندى، أحسن الله عليك، ممتاز. هنا الآن الغرعة الدينية أيضا، عليكم السلام وبركاته، لأنه المأمور بالوضوء مع عبد الرحمن. ممتاز، ممتازين، ممتاز ممتاز. أنا الآن ينشرح صدري جدا بالمشاركة هذه، تحييني، لأن هم قالوا لي يعني كانوا يعني ليس رهانا، لكن هو قالوا لي لن تجد في الفيس أحد يحرص، ولا لا، أنا أعرف أن الناس ستحرص والناس ستتعلم، وأن هذا الدين لا يقوم إلا بالعلماء، الدين لا يقوم إلا بالعلماء وطلبة العلم، والله لن يقوم الدين حقا إلا بالعلماء وطلبة العلم. أي أحد يحسب أن الدين سيقوم بالمواعظ وغير المواعظ هذا واهم، أو الدين سيقوم بالعواطف وغير المحركة، والله لن يقوم ولن يفيد شيء. لابد لهذا الدين، هذا شوف أي أمة لا ترتقي إلا بالعلماء ولا ترتقي إلا بالعلم. فإذا إن لم يكن العلماء إذا لا أمة، لا أمة، شرف الأمة وعز الأمة في العلماء. لذلك أنا أقول نحرص على أن نبني بعض طلبة العلم في هذا المكان الطيب الفيس، وهو ينشر العلم بين الناس بإذن الله. إذا نقول وجه الدلالة. طب وجه الدلالة، أول وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان واجبا لأمره. وهذا الجميع في الفيس وفي البكسرة قد أتوا بهذه الإجابة. الثاني أن نقول في زيادة على هذا البال، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، بيض الله وجهكم جميعا، رفع الله مقامكم وأحسن إليكم وشكر لكم ورضي عنكم، اللهم أمين يا رب العالمين. لا لا، أنا معكم 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 معكم، أنا قلت لكم أنتم من 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 الأماجد. طيب يبقى إذن نحن نقول الآن الوجه الثاني أن 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 القاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهل هذه حاجة؟ نعم حاجة، هذه حاجة، لأنه لما ذهب يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والله يا رسول الله لا أعلم إلا ما رأيت، لا أعلم إلا ما رأيت.
علمني يا رسول الله. فكان الوقت هنا وقت تعليم وأنه يجهل ولا يعلم، فإذا هو سيعلمه ما يستقيم به الصلاة ولا يمكن أترك الواجبات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، استقبل القبلة، كبر. ولو كان الأذان الإقامة على الوجوب لقال له: أذن وأقم. مفهوم؟ يبقى القاعدة عند العلماء هي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ليس بواجب. طب قالوا إذا لما ليس بواجب ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلتم بالسنية؟ قلنا فعل النبي. أما قال النبي: صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي واجبا وسنة. فكان سنة من السنن، وهو كما قلنا شعيرة من شعائر الله جل في علاه. الأسئلة أنا سأجيب عليها، يعني أمهلوني وسأجيب على الأسئلة بإذن الله. إذا الأصل هنا الكلام على سنية الأذان. أيضا من الأدلة على سنية الأذان ما رواه أبو داود عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول الله أكبر، تقول الله أكبر. هذا رواه أحمد رواه أبو داود، يعني يحتجون به على أنه قال أبو محذورة للنبي: يا رسول الله علمني سنة الأذان، فاحتجوا به الآن صراحة الاحتجاج بهذا الحديث عليه ملاحظات ثلاثة، أو قل عليه بعض الملاحظات. ما الملاحظات التي تكون على هذا الأذان، على هذا الحديث بالاستدلال به على سنية الأذان؟ احنا خلاص الدليل، دليل المصير لصلاتي، دليل واضح في سنية الأذان، دليل واضح في سنية الأذان. وأيضا كما قلنا أنه بعض الصحابة الكرام ورد عنه أنهم يعني فاتتهم صلاة الجماعة، منهم من رجع فصلى في بيتي ولم يرد أنه أذن وأقام، ومنهم من دخل المسجد فاكتفى بأذان الأذان والإقامة وصلى منفردا، ومنهم من صلى جماعة. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على أخيكم، لم يرد أنه أقام ولا أذن، لكن قد ورد بعد القصة أنه كان يصلي فدخل معه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فصلى معه جماعة، أتم معه جماعة. نعم. إذن الآن أريد منكم في هذا الحديث الملاحظات على الاستدلال بهذا الحديث. قام يحتجون، وجه الدلالة عندهم، عشان الملاحظة عند وجه الدلالة، وجه الدلالة عندهم قالوا: يا رسول الله علمني سنة الأذان، علمني سنة الأذان. طيب أنا حاضر الأسئلة كتير، أنا سأجيب عن الأسئلة، بس اصبروا نعطي المادة العلمية ونجيب عن الأسئلة، حتى فقط نعطي مسألة واحدة هي بيان أنها سنة. طب الملاحظات على ذلك أنهم يحتجون قد يقول سنة يقصد به المعنى اللغوي ولا يقصد به سنة بمعنى اصطلاحي، يعني أنت قاربت جدا سلفي لفض فوق، أحسنت وبارك الله فيك. الحاصل أن نقول أنتم كيف تحتجون بقولي علمني سنة الأذان على الكلام في السنة الاصطلاح؟ هذه المصطلحات لم تكن إلا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصطلحات فين؟ ولا أصلا الذي وضع الأصول الإمام الشافعي فهذه المصطلحات كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول بأن أصلا لما يقول سنة الأذان ما يكون وجوبا؟ هذه لا تبعد عنه. أنت كيف أتيت بالسنة التي تريد تحتج؟ أنت لن يستوي ولن يستقيم. آسف أنا أسرعت مرة ثانية، سامحنا يا مجدي، أنا سأتباطأ الآن، أنا لازم أخالف فطرتي، لابد، سامحني. أقول من يعني يقول هو استدلالهم بأنه قال سنة الأذان فقالوا سنة، إذن سنة. نقول الآن هذا الاصطلاح لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة، بالواجب والسنة والكلام اصطلاحا في مسائل الرخصة والعزيمة أو الكلام على البطلان والفساد، هذا ما كان موجودا في هذه الاصطلاحات وإن كان معمول بها. فإذا أصالة الاحتياج بالنص ليس فيه، النص ليس فيه ذلك، فكيف الاحتياج به؟ هذا الأصل. يبقى إذن الكلام في الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، والاستدلال الذي يستقيم به المقام
هو الاستدلال بحديث عبد الله بن زيد او حديث المسيء لصلاته عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء استقبل القبلة وكبر هكذا. وهنا ايضا يمكن ان نقول ان المقصود بالاذان والإقامة الاعلام، فلذلك خص بها في هو الإعلام بدخول الوقت، فمن ناحية النظر المقصود بالأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فلم يكن واجب، لم يكن واجب. وهذا كما قال في المكتوبات، يعني هو قيد، شو المصنف قال الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبات، هذا قيد يخرج لك الصلاة غير المكتوبات، الصلاة التي يصلح فيها الجماعة أن شبهت المكتوب لكن ليست مكتوب. لابد أنك تدقق النظر جدا، تدقق النظر جدا في كلام المصنف، ستستفيد من كل حرف. قال الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبات، هذا منطوق مفهوم كلام المصنف، يبقى إذن ليس بسنة في الصلوات غير المكتوبات. وليش وإيش الصلوات غير المكتوبات؟ الصلوات التي شابهت المكتوبات، الصلوات التي شابهت المكتوبات، الصلوات التي شابهت المكتوبات اللي هي كالأعياد، كصلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء اللي يجتمع لها الناس، التي يجتمع لها الناس. أقصى ما يقال في الكسوف والخسوف الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، لكن لا أذان ولا إقامة. يبقى إذن هو يقول بأن الأذان، نعم الأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبات، منطوق. المفهوم غير المكتوبات، لا غير المكتوبات لا يدخل فيها، لا يكون سنة لا الأذان ولا الإقامة. هذا مفهوم المخالفة، وهذا المفهوم المخالفة. يبقى إذن فهمنا من ذلك أن الأذان سنة وأن الإقامة والإقامة سنة. فإن كان المرء في الصحراء أو في بادية فإنه من السنة أن يؤذن وأن يقيم، وإن كان في بيته من السنة أن يؤذن وأن يقيم، إذا كان منفردا من السنة أن يؤذن وأن يقيم. ما قلنا في البادية أيضا في ذلك من السنة أن يؤذن وأن يقيم. هذا بالنسبة للكلام على أنها سنة وليست بواجب، أنها سنة وليست بواجب. قال والأذان والإقامة سنة في الصلوات المكتوبات. عندنا فروع، من الفروع رجل سمع الأذان وهو في البيت وكان جنبا، ثم قام فاغتسل، فسمع الإقامة وهو يغتسل، ثم نزل وجد الناس قد صلوا، وجد الناس قد صلوا، فهل يؤذن ويقيم ويستحب له ذلك أم لا؟ عندنا في المسجد، عندنا في المذهب يعني وجهان، عندنا في المذهب وجهان. هو الآن دخل، فلما دخل وجد الناس قد أنجزوا الصلاة، صلوا الصلاة بالأذان والإقامة، هل يكتفي الأذان والإقامة ويصلي أم يؤذن ويقيم؟ أو يؤذن ويقيم. فمن حضر في الموضع الذي تقام فيه الصلاة الأذان والإقامة فلا يستحب له أن يؤذن ولا يقيم وفاقا، وكذا لو لم يكن حاضرا فيه لكنه بلغه النداء فحضر في المسجد قبل أن تقام الصلاة أو قد أقيمت وأدرك الصلاة، وإنما كان كذلك لأن الغرض الأظهر الذي بنى عليه أصل الأذان الدعاء إلى الصلاة وإعلام الناس دخول وقت الصلاة، والغرض من الإقامة إعلام من حضر أو قرب مكانه ممن يحضر الصلاة أن الصلاة قد أقيمت، ومن سمع النداء وحضر فهو مدعو مجيب، فلا معنى إذن لإتياني بذلك، وهذا ما حكاه ابن الصباب وكذا الإمام وقال إنه لا شك فيه. أما في تعليق، وهذا الذي يرجحونه كما سنبين إن شاء الله في الأمر، في تعليق القاضي حسين قال إن بعض أصحاب الشافعية قال في من بلغه النداء ووافى حضوره المسجد قبل أن تقام الصلاة أو قد أقيمت إنه يستحب له أن يؤذن في نفسه ويقيم، وإن كان قد تابع المؤذن وقت أذانه، وقال مثل قولي أن الذي عليه عامة الأصحاب وظاهر المذهب هو الأول أنه يكتفي بأذان المسجد وأيضا إقامة المسجد. نعم لو وافى حضوره المسجد
لو وافى حضوره المسجد وقد صلت الجماعة فيه استحب له أن يؤذن ويقيم مع خفض الصوت ويكره رفعه، لأنه يهم الجيران وقوع صلاتهم قبل دخول الوقت، خصوصا إن كان ثم غيب، وربما شق ذلك على المؤذن. وهذا قد حكاه ابن الصباغ عن نصه في الأم أنه لا فرق بين أن يرجع حضور الجماعة أو لا. المسألة هنا، صورة المسألة، الرجل سمع الأذان وسمع الإقامة وجاء متأخرا، فهل يؤذن ويقيم قبل أن يدخل؟ نقول الأصل أنه لو دخل وجد في المسجد الجماعة يصلي مع الجماعة ويعتمد الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا دخل يصلي. والحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مصليا راكعا، فركع في آخر المسجد ثم مشى إلى الصف، ولما سمع النبي الجلبة قام يستفسر عنها بعدما انتهى من الصلاة، قال له أبو بكر: يا رسول الله، جئت متأخرا فكبرت آخر المسجد ثم ركعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا اعتمادا على الأذان وعلى الإقامة. إذن لا فائدة من أن يؤذن أو يقيم، لأن المسألة إعلام بالوقت، وقد علم بالوقت وقد حضر، لأنه أيضا نداء للناس ليحضروا، وما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة إلا أن يقول الصلاة خير لكم فيأتي. فليس له أن يؤذن ولا يقيم، يدخل في الصلاة. طيب، إذا دخل، الحالة الثانية هو تأخر، سمع الأذان وسمع الإقامة لكنه تأخر مدة ثم جاء إلى المسجد والمسجد ليس فيه أحد وأراد أن يصلي، هل يؤذن ويقيم أم لا؟ هل يؤذن أو ويقيم أم لا؟ هنا قال بعض العلماء من هنا في كما قال الإمام تعليق القاضي حسين نقل، قال: ولو وافى حضوره المسجد وقد صلت الجماعة استحب له أن يؤذن ويقيم. قال: إذا دخل المسجد وجد الناس قد صلوا وخرجوا من المسجد وهو الآن سيصلي مع أنه سمع النداء مع أنه سمع الإقامة، له أن يؤذن ويقيم استحبابا، له أن يؤذن ويقيم، لأن الأذان للصلاة والإقامة للصلاة. وطبعا الحق في هذا الباب أنه يعني إذا كان يقيم أفضل له في هذا الباب. عامة في تلخيص الرويالي، بعيدا، قال له: أذن وأقم، لكن بشرط أن يكون بصوت منخفض. وفي التلخيص للعلامة الرويالي أنه نص في الأم على أنه يستحب أن يؤذن ويقيم، وقال في موضع آخر من الأم ما يدل على أنه لا يستحب، قال: وليست المسألة على قولين بل هي على حالين، فإن كان الإمام والناس انصرفوا وفرغوا يؤذن ويقيم، يعني كان وحيدا له الأذان وله الإقامة لأنها سنة وشعيرة من شعائر الإسلام يقيمها، وإن دخل حين فرغ الإمام من الصلاة لا يؤذن ولا يقيم. فأفهم كلامه أن إذا قلنا يؤذن ويقيم يرفع بهما صوته، لأنه قال بعد حكاية هذه الطريقة: ومن أصحابنا من قال إنه يؤذن ويقيم في نفسه بكل حال ولا يرفع صوته، وما قاله في الأم من أنه يصلي بلا أذان ولا إقامة أراد بذلك الجواز. يبقى إذا كان صلى بلا أذان ولا إقامة جاز له ذلك، ويستحب له أن يؤذن ويقيم لكن في نفسه دون أن يرفع الصوت. وحكى صاحب التقريب فيما إذا حضر المسجد جماعة بعد أن أقيمت الجماعة فيه بأذان المؤذن الراتب وأرادوا عقد جماعة أخرى أنه لا ينبغي أن يؤذن مؤذنهم رافعا صوتا. سنبين أن هذا ملمح عظيم جدا عند الشافعية في تحقيق مقاصد الشريعة كما سنبين. وهل يؤذن في نفسه من غير إبلاغ في رفع الصوت؟ فيه نصوص مضطربة، منها قولان: القول الأول نعم، وهو ما حكاه المزني عن الشافعي بالمختصر، ووجهه الغزالي بأن الدعوة الأولى قد انتهت بالإجابة الأولى، فعلى هذا يقيم من طريق الأولى. والثاني لا يؤذن اكتفاء بما سبق من الأذان الراتب، فإنه تضمن دعاء أو دعاء كل من حضر أولا وأخيرا إلى انقضاء الوقت، وعلى هذا فهل يقيم؟ فيه وجهان أصحهما نعم. عندنا هنا الآن في مسألة رفع صوت الجماعة الثانية لما يختلفون فيها، يعني هو الآن
انتهى. وستأتي الجماعات الثانية. أصلاً أصل المذهب في مسألة الذي دخل المسجد فوجد الجماعة قد انقضت وانفضت، فإنه يصلي منفرداً خير له من أن يصلي جماعة ثانية. يصلي منفرداً خير له من أن يصلي جماعة ثانية. يلحظ الأئمة عندنا في المذهب في هذا الباب أن 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 هذا هو الأولى ويحقق مقصد الشريعة، لأنه لو فعل ذلك سيضع الإمام في صدر ما يضع. قد يقول أن هذا الرجل يتأخر من أجله ويأتي بجماعة أخرى نكاية فيه أو كيدا فيه أو يريد يأخذ مكانه. النفوس فيها ما فيها، والشيطان يسرح بين الناس. فشوف لدرجة كيف الفقهاء يعني يفكرون ويتدبرون كيف تحقيق مقاصد الشريعة، وأنه حسم مادة النزاع بين المسلمين. المسلمون لحمة واحدة، لابد من تقوية أواصر المحبة والألفة والأنس، لا النزاع ولا الكراهية ولا العداوة. فهنا نرى أن الكلام هنا واضح جدا في هذا الباب، أن فقه الإمام وفقه علماءنا من الأصحاب في هذا الباب، أن الجماعة الثانية قد تؤدي إلى ما لا صح أو ما لا يعني يكون نعم تؤدي إلى ما يخالف مقاصد الشريعة. أكيد هنا يؤدي إلى ما يخالف مقاصد الشريعة، ومن مقاصد الشريعة الألفة، وهذه قد تودي بالألفة. فلذلك قال علماؤنا يصلي منفردا لا يصلي جماعة ثانية. وحتى قالوا في قول النبي من يتصدق على أخيكم، قالوا إذا يصلي مع من صلى مع الإمام حتى لا يضع الإمام في صدر هذه الأمور. نفس الأمر في مسألة الأذان، هو قال له الأذان المؤذن الراتب موجود، وتأتي أنت تؤذن بصوت مرتفع، أنت أيضا نفس ما عمل أو الأمور التي كانت في خرجات نفس الإمام ستكون في المؤذن. فلهذا الاعتبار قال لك المستحب ألا تؤذن ولا تقيم وأن تصلي. والرجل الثاني قال لا يؤذن اكتفاء بالأذان الراتب. الأذان الراتب خلاص إعلان بالوقت، هذا إعلان بالوقت لمن تقدم ومن تأخر إلى آخر الوقت. ولذلك قالوا طيب إن قلنا أنه دخل المسجد والمؤذن الراتب قد أذن، المؤذن الراتب قد أذن، الآن ماذا نفعل؟ نقيم ولا نؤذن؟ نقيم ولا نؤذن؟ الصحيح أن نقول هنا فيها احنا قلنا على القولين، القول الثاني لا يؤذن اكتفاء بما سبق. طب إن قلنا لا يؤذن اكتفاء بما سبق، يقيم ولا ما يقيم؟ وجهان في المذهب. الأصح الإقامة، الأصح الإقامة. يبقى عندنا هنا هذه المسألة مهمة جدا فرع عن الأصل. قلنا الأذان والإقامة على الراجح وهو المعتمد في المذهب أو الظاهر في المذهب أنه سنة، وقد قيل أنه فرض كفاية، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، أنه سنة والدلالة على ذلك حديث المسيء لصلاته. فإن كان سنة والرجل دخل المسجد وأراد أن يصلي، هو سمع المؤذن يؤذن وسمع الإقامة، فهل له أن يأتي إذا دخل أن يؤذن في نفسه وأن يقيم؟ واجه عندنا في هذا الباب، والصحيح أنه المستحب في هذا، وهذا ظاهر المذهب أنه لا يؤذن ولا يقيم، أنه لا يؤذن ولا يقيم. أما إذا دخل المسجد فلم يرد الجماعة والجماعة قد انقضت، فهل له أن يؤذن ويقيم؟ هنا قولان، نعم له أن يؤذن ويقيم، له أن يؤذن ويقيم. والثاني لا يؤذن. طب له أن يقيم؟ طبعاً هو كما قلنا أن مسألة لا يؤذن هي الأقرب، ولأنها تحقيق مقاصد الشريعة. احنا قلنا البحث في هذا الباب يعني أن الجماعة الثانية عندنا على الكراهة، لأنها تؤدي إلى نزاع ذات البين، ونحن نقول أن مقاصد الشريعة قطع فساد ذات البين، الإصلاح فقط. وأنت ترى يعني أنت لو ترى مثلا الذي وقف يؤم جماعة أخرى والإمام جالس ومعه بعض الطلبة الذين يتعلمون عليه أو يقرؤون عليه القرآن، وكان الذي يقرأ في الجماعة الثانية رجل متقن جدا والله رزقه صوتا طيبا يؤثر في القلوب، ماذا سيكون حال الإمام؟ كيف سيكون حال الإمام؟ حال الإمام لن يكون يعني لن يكون يعني بحالة جيدة أبدا أبدا. والشيطان ينفخ في النفوس، وأنت تعلم مسألة الحسد أو موجودة. فلما نعطي وسائلها؟ نقص الوسائل. ولذلك ترى أن الشرع يأتي يجفف هذه الأمور، يقطعها حتى لا تصل
الى المفاسد اصغر. يبقى اذا عندنا في هذا الباب ان السنه الاذان والاقامه سنه، وانه اذا دخل المسجد فوجد سمع الاذان والاقامه ثم جاء الى الصلاه متاخرا، فقلنا ان الاصح والافضل الا يؤذن ولا يقيم. وان اقام جماعه اخرى فهل يؤذن ويقيم؟ بعد نزاع مضطرب قولان، القول الاول نعم يؤذن ويقيم، والثاني لا يؤذن، لان الاذان الاول كان اعلام دخول الوقت الاول لمن حضر اولا واخرا. ممتاز. طب يقيم ولا ما يقيم؟ وجهان، والصحيح انه يقيم. الاصح او الاصح اسف الاصح انه يقيم. يقيم ويصلي الصلاه. هذا بالنسبه للكلام على هذه المساله، مساله قول المصنف الاذان والاقامه سنه في الصلوات المكتوبه. وقلنا مفهوم المخالفه اذا في الصلوات غير المكتوبه ليس سنه، لانه اصاله لا ينشا، لا ينشا الاذان ولا الاقامه. طيب